بسم الله سبحان الله الله أكبر. اليوم تم افتتاح مشروع الأحياء في صدقة جارية للمرحوم الحاج أحمد جمال محمد رشدي أبو عمر أخبادي أم الفهم وعبير للتواصي بإشراف تراحم صنابل الخير. جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اعيذهم من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. بسم الله الأعظم رب العالمين.